أثناء ما فقدت بصري كانت بالنسبة لي يعني ما بعرف من وين بدي أبدأ حياتي أو طريقي. أنا كنت أتعامل بالبساطة بالفطرة، ما كان عندي شيء إني أصلاً أملي فيه كل فراغي غير إني أمارس تمارين رياضية، كل واحد فينا لازم يدور ليش إجى على هالدنيا، ما إجينا على هالدنيا. وكنت أبني جسمي بطريقة كتير قوية وما بعرف ليش، ما كنت حاط ببالي ممكن أكون بطل. الرياضة بالنسبة لي للأمانة أنا كتير بكون يعني عندي غضب كبير بقدر أفرغه من خلال الرياضة. قبل شهرين تقريبا فقدت والدي الله يرحمه، وبعد بأسبوع قدرت إني أشارك ببيروت ماراثون وأعمل مركز أول وعملته. هلأ هذه الصورة لي قبل أفقد بصري بفترة كتير قريبة، يعني هون كنت انا لساتني طفل ولسه ما بعرف انه ممكن اكون في يوم انا عم بفقد بصري واصير شخص كفيف. نعمل شاي نفطر. بالنسبه لي قدرت اني اعرف قديش تعبت الكاسه عن طريق الصوت، لانه احنا اوريدي بنستخدم حواسنا الثانيه، السمع، اللمس وكل شيء. ولما تعلمت اكثر وتدربت اكثر في جمعيات المكوفين بلشت اطور اكثر من اني كيف يكون عندي استقلاليه كامله واعتماد على ذاتي. فتقريبا من عند ما فقدت بصري لبعد سنوات لا تقل عن 7-8 سنوات لما بديت انا احمل العصاي اقدر اكون عم شخص مستقل. لما تعرفت على المكوفين لقيت منهم كثير مش كثير متمكنين، وانا كان شخصيتي شوي قويه، وزي ما تقول عشت التجربتين، يعني عشت اني ما بشوف وعشت اني بشوف. فكنت احاول كثير اشياء اعرف انهم هم مش عارفين يعملوها انا اعلمهم اياها. كل واحد فينا لازم يدور ليش اجى على هالدنيا، ما اجينا عبث. فانا بديت ادور وتاخرت شوي وبعدين مشيت ولقيت فعلا ليش انا جيت لهذه الدنيا. والحمد لله اليوم انا قدرت اني اعمل اكون مثل وقصة نجاح وخلي الناس تتعلم مني. انا بديت اعرف اني انا خلص بطلت اشوفه، ما راح ارجع اشوف بعد سنوات، خلص ايقنت هذا الاشي. كان والدي الله يرحمه دائما معطيني امل، حتى يعني انا واخوي دائما بنحكي انه هو كأنه مصدر للامل. ويمكن لغاية الفترة هذه هو مات من فترة بسيطة وهو عنده امل اني ارجع اشوف. وانا غنمة ما فرجتني اياها عن طول. هاي ها. أنا؟ مش أنا. هاي بابا وهاي عمو سمير.